معايا دابا من الدار البيضاء. مرحبا بك ايمان. ربي يخليك. زوينه هذه الوصفه ديال فاطمه الزهراء ياك؟ زوينه. كي دايره ايمان؟ يمكن اول مره تواصلي معنا. انا هي امونه مزيونه اللي كنسجل. امونه مزيونه لا امونه مزيونه. واخيرا واخيرا ديما ديما تنشكرك على المقاطع الجميله اللي كتاخذيها. صحه والله. وحنا يا فرحانين بزاف. انا بصراحه ما عرفتش كيفاش نعبر لك على المحبه ديالي والتقدير ديالي ليك، لانك كتهتمي بالبرنامج وانك كتوجدي المقاطع من خلال واحد البلوغ. ديما غنبدا نعم كنقدر عندي ولاد صغار شويه سمحي لي. ديجا ديجا هذا الاهتمام انا كنشكرك بزاف عليه. ولكن قولي لنا نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع. شنو سميتو؟ باسيون دو كويزين overblog.com. passion de cuisine.overblog.com. ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب. لا ميم شوز. تفضل ولا هنا راه كاين. تبارك الله عليك امونه. اجتهاد زوين هذا كنحييك عليه. وقولي لي واش ديما عندك هاد الرغبه ولا هاد لاباسيون هادي باش انت كتبقاي كتوجدي هاد الباسيون؟ ماشي زعما وهادشي كلشي جا بسول الحب ديال الكويزين. بيان سور عندي لو سيت ديالي امونه مزيونه بوان كوم فيه كاع لي غوسات ديالي اللي بغيتي تشوفيهم. والله الله يخليك دائما مزيونه لالا امونه. مرحبا بك معنا ومنورانا وسمعنا صوتك اليوم فرحانين به بزاف. يعني اليوم ضروري غادي تعطيني وصفه من الوصفات ديالك الزوينه امونه. وعندي نصيفط لك حتى نبارطاجي لك في لاباج ديالي. نعم عندي خبز الهمبرغر بالباربه. نعم 450 غرام دقيق. نعم 30 غرام خالة. 60 غرام زبدة. معلقة كبيرة عامرة هي تكون 60 غرام. نعم الناس ما تيعرفوش الغرام كيبغيو. نعم واحد المعلومة الصراحة وصلتني. نعم صح مزيان. وأصلا دوك الميزانات أولا كيوليو بزاف ولو متوفرة الكترونيك شي ميزان الكترونيك تيعدي. والصراحة أنا كنشوف رخيص فوالا داكشي اللي بغيت نقولها أمونة. يعني ما بقاش بحال شحال هادي كيقول لي صعيب علينا نلقاو مثلا هاد المعدات ولا تبارك الله المعدات المطبخ كت نعم كاينين الناس اللي قال لك برا بعاد في العربية داكشي. أنا عندي واحد لاستيس درت بحال الكاس عليا اكزاكتومون عندنا ديجا حنا اييه نعم بقاو يحسبوا به 100 غرام. وهاد لاستيوس حنا غنخبيوه لفقره ار دو فيفغ اليوم وغادي نعطيكم لاستيوس ديال لاله فاطمه الزهراء السعيدي. هادشي اللي تواصلت معنا هي وتقدموا لينا سينون فهي خلاته لينا من خلال لاباج ديالنا. شكرا لك فاطمه الزهراء. شنو قلتي لنا بالنسبه للمقادير ديال الوصفه ديالك؟ 450 غرام دقيق. 30 غرام نخاله. 30 غرام ديال النخاله. 60 غرام زبده. مارغرين. نعم جوج معالق كبار. حليب غبرة بغيت نقول هي ماشي مشكل فوالا. تبارك الله عليك. دابا باش ما يوقعش مشاكل. نعم معلقة كبيرة خميرة عطار. نعم خمارة ديال 7 غرام جوج معالق كبار ديال السكر سكر بغا ولا سنيدة سكر الأسمر أولا سنيدة. وسكر أسمر كيجي يقدر حسن ياك أحسن. وجوج معالق كبار ديال الباربا مسلوقه كنسلقوها وكناخذوا منها جوج معالق. نعم طحونه. نعم والماء. نعم شي 300 ml. نعم شي نقول لك 300 ملليلتر. نعم نعم ومليحه معلقه. نعم كنخلطوا كل شيء. نعم وكنزيدوا الماء غير وكنخلطوها بالصباح. نعم مثلا نلقاو لاباط الباط عاديه كنزيدوا الباربا في الاخر نخليوها تخمر. نزيدو نديرو نصنعو منها كويرات وتخمر مره اخرى ونطيبوها. نعم العجينه تكون شويه جاريه شويه خفيفه ماشي نعم شويه خفيفه باش تجي مفشفشه بحال البريوش بصح كنعمروها. وتنعمروها بصحتنا وراحتنا. شكرا لك لاله امونه من الدار البيضاء. تعطيو 10 الخبيزات. نعم تعطيو 10 الخبيزات. ونقدروا نديروا لا ميم شوز بليزيبينار. ليزيبينار. كنديروا 165 غرام ديال ليزيبينار. بلاط البارد. كيجيو خضرين رغويين. نعم. وخراني وداديين. داكوغ اللي بغيت. انت مع كاع المنتخب. نعم مع المنتخب الوطني فوالا. امونه مزيونه شكرا لك. تحيه لعائشه السعيدي. بزاف والاسيا والانس والفدوه هيرات. الله يحفظك الله يحفظك.
لا يخطيك والله يحفظك وتبارك الله عليك إيمان وأمونة مزيونة كنحيوا تحية خاصة وسمعنا صوتها اليوم صراحة مرحبا بها في برنامج بيت سعيد نوراتنا أعطتنا هذه الوصفة بالإضافة لأننا كانت عندنا فرصة زوينة باش نقول لها شكرا هكا على المباشر لأن مقاطع اللي كتخليها من خلال البلوك ديالها كتفيدنا كاملين وهكذا يعني كنعاودوا نسمعوا داكشي اللي ما سمعناهش في البرنامج شكرا لي.